أهلا بكم من جديد. أظهرت مقاطع فيديو مناوشات في تونس بين عناصر أمنية نقابية بزي مدني وقوات أمنية بالزي الرسمي إثر فض اعتصام على مقربة من مقر إقليم الأمن الوطني في صفاقس جنوب شرق العاصمة تونس للاحتجاج على دعوة قيس سعيد لحل الأنشطة النقابية وحصرها في صبغة اجتماعية وضمن هيكل موحد، فيما يحتج نقابيون أيضا على إحالة 2 من الأمنيين النقابيين إلى القضاء العسكري. وبدأت الأزمة بانسحاب عناصر أمنية من تأمين عرض مسرحي ساخر في صفاقس في أغسطس الماضي، ورفض سعيد الخطوة وقال إنها تمثل إخلالا بالواجب وإضرابا مقنعا. هذا ويخشى مراقبون أن تكون أحداث ليل الخميس بين الأمن والنقابات الأمنية دليلا على حالة انقسام داخل السلطة. من جهتها حملت حركة النهضة التونسية السلطة مسؤولية فشل التصدي لالتهاب الأسعار واتساع قائمة المواد المفقودة من السوق منذ أشهر طويلة. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب السيد مختار الجماعي، عضو مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات. أرحب بك سيد مختار، لماذا هذا الاحتقان بين رجال الأمن والنقابات الأمنية في تونس؟ اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه، كل التحيه لجماهير مشاهديكم الواسعه. هذه مرحله كانت منتظره، لان السيد قيس سعيد رجل لا يؤمن بالوسطات، رجل يوزع العداوه بين اصدقائه وبين اعدائه. لاحظنا ومنذ 25 جويليا 21 تغولا كبيرا للقوات الحاملة للسلاح متمثلة أساسا في النقابات الأمنية التي تجاوزت مهمتها كمدافع على المطالب الاجتماعية والمادية لجموع الشرطة وما تفرع عنها من أسلاك إلى التدخل في السياسة العامة. أصبحوا يأخذون مواقف سياسية ويناقشون المسائل السياسية توصلا إلى تقييم الأعمال الفنية. إذن في إطار هذا التغول كان لابد من مواجهة هؤلاء. هذه المواجهة بدأت بمقترح قدمته لهم الرئاسة في أن يتجمعوا بسلك واحد يجمع جميع الأسلاك. هذا السلك بالنسبة للسلطة السياسية طرف واضح يمكن التحكم فيه من خلال القيادات الأمنية العليا ومن خلال السلطة الرئاسية المخولة لهؤلاء. لكن يبدو أن جموع أو مجموعات النقابات الأمنية فهمت اللعبة وأصرت على مواجهة سلطة قيس السعيد. تقريبا هكذا يضرب قيس سعيد آخر درع يتمترس وراءه هو القوى الحاملة للسلاح. إذن هي تعبير، هذه الخطوة هي تعبير عن توجه قيس سعيد الجديد، خاصة بعد إقرار دستوره مؤخرا. قيس سعيد يعتقد أنه وضع يده على جميع التشكيلات والتنظيمات السياسية والاجتماعية، وهو يخاف خوفا شديدا من هؤلاء الأسلاك، لذلك اعتقد أنه ضرب جميع الوسائط، اعتقد موهوما أنه ضرب جميع الوسائط بينه وبين الشعب من أحزاب سياسية وجمعيات مدنية وتجمعات تنظيمية ونحو ذلك، ويبدو أن له خشية كبيرة من هؤلاء الذين تغولوا. على هذا الأساس قام بهذه الخطوة التي أيضا تعكس حالة الاحتقان الشعبي، لأن رجل الأمن في النهاية هو مواطن تونسي يطوف في الأسواق يشتري السلاح يشتري مؤونته، لاحظ غياب المؤونة، لاحظ هبوط الدينار التونسي، ولاحظ أن الأزمة الاجتماعية ستنضاف إلى الأزمة السياسية، ولم يكن الدستور في مستوى تطلعات الشعب، بالتالي كان لابد له من هذا التحرك. طيب سيد مختار، إلى أي مدى
ربما يخشى من أن يكون هذا التصادم يؤدي إلى انقسام الأجهزة الأمنية في تونس. هذا مؤكد، يبدو أن الأمور سائرة إلى هناك. أولاً باعتبار طبيعة المجتمع التونسي مجتمع مسالم، بالنسبة له القطع السلاحية قطع غريبة لا يروم التمترس وراءها. لا نعتقد أن الأمر سيصل إلى مستوى الاقتتال الشعبي كما نجد في بعض ثورات الربيع العربي، ولكن ومع ذلك لا نعتقد أن الأمور ستسير بسلاسة. المسألة الأمنية مسألة مهمة في المجتمع التونسي، خاصة في ظل تنام كبير لظاهرة الجريمة، خاصة الجريمة ذات الصبغة الاقتصادية الناشئة عن الحاجة والعوز، وهي ظاهرة لا يمكن مواجهتها إلا بنسيج أمني قوي. إذن ما التجأت إليه القيادات الأمنية ليلة البارحة من الاحتكام للقوة في تفريق الاعتصام أمر خطير جدا، يؤكد أن الانقسام بدأ يتسرب داخل الشبكة الأمنية في إطار وزارة الداخلية. يضاف إلى ذلك الكلمة أو الفيديو المسرب لوزير الداخلية الذي امتعض فيه من تدخل رجال الأمن في تقييم عمل فني. نعم. وكأن الأمر جديد بالنسبة لوزير الداخلية، هذا الوزير الذي يعرف أن منظوريه من أمنيين تغولوا كثيرا وحول الجهد النقابي والعمل النقابي إلى عمل سياسي انطلق منذ مثلا بداية محاكمة الأمنيين ومن تسببوا في الأزمات السياسية القديمة من خلال دوائر العدالة الانتقالية لدى المحاكم الابتدائية التي تحاكم كثير من الأمنيين. وقد قررت نقابة الأمن وقتها قرار عدم تأمين المحاكم. تصور أننا كنا ندخل للمحكمة المتهمين والقاضي في مواجهة مباشرة بدون حماية أمنية. إذا نعتقد أن الصعقة طف وأن الكأس قد امتلأ، لذا صارت هذه المشاحنات التي لا يمكن إلا أن تبشر بانقسام ثابت بين القيادة الأمنية ومنظورها. شكرا لك سيد مختار الجماعي، عضو مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات، كنت معي عبر سكايب. مشاهدينا، وأرحب بضيفي عبر الهاتف من تونس السيد محمد الأسعد عبيد، الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل. أرحب بك سيد محمد. ما هي مطالب؟ أهلا وسهلا سيد زياد. أهلا بك. ما هي مطالب النقابات الأمنية، وهل هذا الاعتصام هو يعني تعبير نقابي أم أبعد من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تحياتي إلى كل مشاهدي قناة الحوار وإلى معدي هذا البرنامج، وشكرا على إعطاء الفرصة لكي أعبر عن رأيي في هذه المسألة. طبعا الملف النقابي هو شائك في تونس، وحتى وإن كان هو نقابات أمنية، ونحن نجهل حقيقة الملف النقابي الأمني، لأنه هناك تكتم وهنالك يوجد في السابق كان يعني يوجد معناها لا نفرق ما بين أمني عادي وأمني نقابي. ثم أيضا لا نستطيع أن نطلع على مطالبهم، ولا نستطيع أيضا أن نطلع على اتفاقياتهم ربما السرية التي أمضيت بينهم وبين وزير الداخلية. لكن في الحقيقة كان من المفروض أن تكون هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات علنية والجميع يعلمها، وتكون ذلك محاضر جلسات هي بكل شفافية يطلع عليه كل النقابيين. لكن ليلة الأمس كانت هنالك تصرفات عجيبة وغريبة حقيقة ما بين الأمنيين، معناها ما بين سلطة أمنية ترفض العمل النقابي وترفض المطالب النقابية، ثم تريد أن تنفذ أجندة أخرى أيضا هي ربما حتى هي سياسية أيضا. لا نقول المطالب النقابية الأمنية فقط سياسية، بل حتى الأجندة التي نفذت فك الاعتصام ليلة أمس هي أجندة سياسية، وراءها عدة
معناها خفايا لا نعلمها ايضا. لماذا هذا الصراع وفي هذا الوقت؟ هل يريدون تمرير معناها موقف امني انه راهو لا اعتصامات في الفتره القادمه مهما كانت هذه الاعتصامات حتى لو كانت امنيه؟ نعم. وزير الداخليه يريد ان يضحي بهذه النقابات الامنيه الان، لانه يعرف ان هذه النقابات الامنيه تغولت في الحقيقه في عده مسائل، مثلا انها اصبحت تعطي الاوامر، اصبحت انها تقرر ثم تعطي معناها القرارات او تبعث القرارات الى قواعدهم والى منظورهم، يسعى تنفيذها بدون الرجوع الى سلطه الاشراف ووزاره الداخليه. هذا ايضا تمردها في الحقيقه هو خارج عن القانون، لكن نحن لا نريد هذا العمل النقابي. الفوضوي هذا العمل النقابي طيب. الذي يلتهي معناها يلتهي بعنف شديد سواء كان من جانب او من جانب الاخر. ولكن البعض يرى سيد محمد بانه يعني هذا التوجه من قبل قيس سعيد هو ضمن توجهات جديدة للتضييق على العمل النقابي في تونس. أكيد أنا 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 أضم صوتي إلى هذا، إلى هذه المقولة أو إلى هذا الرأي أو إلى هذا التحليل. فنحن منذ أن وصل سيد قيس سعيد إلى قصر قرطاج، نحن كمنظمة نقابية رسلناه العديد من المرات، لكنه لم يستجب ولا مرة واحدة إلى أي مطلب مهما كان نوع هذا المطلب. وأنا سأعطيك خبر ربما هو الأول الآن يصدر وعبر هذه القناة لأول مرة. نحن كمنظمة نقابية كنا قدمنا قضية في اقتطاع من أجرة المتقاعدين، يعني من المنحة أو الجراية بتاع المتقاعدين بنسبة 1%. فقلنا وأن هذا الأمر هو مخالف للقانون. في الحقيقة هو يرجع إلى 2017 في حكومة الشاهد. نحن تقدمنا كمنظمة نقابية إلى المحكمة سنة 2019. انظر ماذا حدث لما وصلت المحكمة الإدارية لكي تصدر حكم لفائدة المنظمة التونسية. انظر ماذا فعل سعيد أو الرئيس سعيد. هو أصدر مرسوما يدعو فيه لإعادة ماذا؟ إصلاح الأخطاء التي حدثت في جرايات المتقاعدين. هو لا يريد أن يعتبر ذلك مكسبا نقابيا. كنا نحن كمنظمة كنا نعتبره مكسب نقابي كبير جدا، وكنا نعتبره معناها تفوق نقابي وأنصفنا القضاء في هذا المجال، لكنه أجعل سعيد هذا الحق النقابي لما أصدر مرسوما شكرا يخص خاصة ماذا؟ إصلاح مسألة 1% وإرجاعها بمفعول شكرا يرجع إلى فيفري 2021. شكرا لك سيد محمد لسعد عبيد، أعتذر حقيقة لضيق الوقت. سيد محمد لسعد عبيد الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل كنت معي عبر الهاتف من تونس.